هنروح لاخبارنا وهنبتدي بكره اليد. كره اليد جوه النادي الاهلي بقياده الكابتن طارق محروس. الموسم خلاص اخر الشهر او اخر شهر 8 عندنا بطوله افريقيا لابطال الكؤوس، وكابتن طارق محروس بيمرن اللعيبه وبيرفع معدلات الايه البدنيه بشكل كبير لغايه ما لعيبه المنتخب ترجع. طيب الفرقه عندها ايه؟ زي ما قلت لحضراتكم عندنا بطوله افريقيا لابطال الكؤوس اخر الشهر، وبالمناسبه البطوله دي هيشارك فيها الاهلي بس كحامل اللقب والاتحاد الافريقي عشان يقلل عدد الفرق بسبب جائحه كورونا. قال لك الاوائل بس اللي هيشاركوا، فكده النادي الاهلي حتى الان هو اللي هيشارك من مصر، وهتبقى في مدينه اغدير في المغرب. بس هو طبعا الاتحاد الافريقي اعلن، ولكن لسه الفاكس الاخير او التاكيد ببدايه البطوله او اللي هو طبعا النهائي بقى لسه ما جناش، ولكن كابتن طارق محروس مع اللاعبين بيستعدوا للبطوله دي. وهنرجع من البطوله دي ان شاء الله اذا رحناها واذا اقيمت، مش رحناها اذا اقيمت، هنرجع من عليها على بطوله الدوري اللي هتنطلق في اول 9. وزي ما حضراتكم عارفين عندنا 3 لعيبه في المنتخب وعاملين اداء كبير وليهم دور كبير، محمد عصام الطير حارس المرمى، ابراهيم المصري المدافع، واحمد عادل. كل اللاعبين الحقيقه دول ليهم دور كبير مع منتخب مصر، ورجعوا بالف سلامه وان شاء الله منتخب مصر يشرفنا. كاميرا الابطال كانت موجوده مع الفرقه في استعداداتها، عملنا التقرير نتفرج عليه مع حضراتكم وارجع ليكم تاني. والله احنا بادئين من تقريبا من نص شهر 6. الاول طبعا كان مرحله بدنيه اكتر، بعد مرحله البدني بدانا ندخل الفني والبدني، دلوقتي في الريتم بدا يبقى عالي جدا علينا. هو بنستعد للموسم الجديد، عندنا بطولات كتير الموسم الجديد، تقريبا هيبقى ممكن 5 6 بطولات او اكتر. فان شاء الله يعني بنحاول ان احنا نحضر نفسنا ذهنيا وبدنيا للفتره الجايه، هتبقى صعبه يعني. احنا في 2 لعيبه بس هم اللي زادوا معانا، فالموضوع مش مختلف، احنا بنكمل شغل السنه اللي فاتت. مفيش يعني اكيد لو في اضافه جديده هتبقى فنيه اكتر، لكن نفس الشغل نفس الريتم اللي بنشتغل بيه، الناحيه البدنيه مهتمين بيها اكتر الفتره دي. وزي ما بقول لك الموسم هيبقى صعب، فاحنا لازم نبقى جاهزين له اكتر يعني. لسه الموسم ما اتحددش قوي، المفروض كان في 20/8 كانت بطوله افريقيا بطوله الكاس، بس لسه ما اتحددش، هتتاجل او هتتلعب في ميعادها في المغرب. وفي نص سبتمبر برضه هو لسه ما اتحددش الدوري، بس في نص سبتمبر المفروض الدوري هيبدا يعني. احنا النهارده السنه دي بدانا تقريبا يوم 15/6، بدانا استعداد الموسم من 15/6، بنستعد طبعا فتره اعداد عشان بدايه الموسم، كنا مريحين في اجازه بعد الموسم ما خلص، فلازم نرجع بنشتغل فتره اعداد. كابتن طارق، كابتن زولا، كابتن دكتور تامر، كل الجهاز موجود، احنا شغالين مع بعض بنجهز للسيزون الجديد بالتمرينات بقى، الاعداد البدني، الاعداد الفني والمهاري، بنخش في شغل هاندبول واحده واحده يعني. الفرق بين السيزون اللي فات وفي السيزون ده، السيزون اللي فات احنا بداناه كان بعد كورونا، فكان رجعت بعد فتره طويله قوي من الراحه، فالحمل البدني كان عالي شويه عشان تقدر تقف على رجلك شويه. السنه دي انت مش راجع من فتره راحه كبيره، انت الموسم خلص، في ناس راحت منتخب، في ناس لعبت بطوله اسيا، فانت راجع اوريدي واقف على رجلك شويه، مش واقف بقالك فتره كبيره زي السنه اللي فاتت. فبنخش واحده واحده يعني، بنرجع تاني بنقف على رجلنا تاني، بس مش يعني السنه اللي فاتت كان في راحه اكتر، فكنا بنشتغل في الشغل البدني اكتر يعني. السنه دي فيش راحه كانت كتيره يعني. احنا المفروض ان اقرب حاجه عندنا بطوله افريقيا شهر 8 تقريبا 24/8، فدي اقرب حاجه يعني بنحضر ليها. وطبعا بنطالب او اي حد موجود ان هو لازم نكسب البطوله ديت، بنحضر لها كويس جدا. بعد ما نرجع بطوله افريقيا ان شاء الله يبقى عندنا بدايه الدوري في نص 9 تقريبا 16/9، فبنستعد لبطوله افريقيا. اهم حاجه دلوقتي ان احنا لازم نكسب ولازم نحقق البطوله ديت، بعدين لما نخلص بطوله افريقيا بقى بنفكر في الدوري، بناخدها خطوه خطوه. احنا استعدادنا للموسم الجديد طموحاتنا ملهاش حدود زي ما بنقول، عايزين الموسم دوت ان احنا فعلا نسعد الجمهور. الموسم اللي فات ما قدرناش نحقق بطوله الدوري، لكن قدرنا نحقق بطوله الكاس الحمد لله. السنه دي عندنا بطولات كتيره، 5 بطولات او 6 بطولات كمان. بادئين الموسم بقوه جدا، تمارين صباحيه ومسائيه، كابتن طارق عامل لنا بروجرام كده ماشيين عليه وسيستم ماشيين عليه. الحمد لله بنتمرن كويس جدا، اللعبه بتاعت المنتخب في الاولمبياد بيأدوا بمستوى جيد جدا. ان شاء الله يرجعوا لنا ونكمل الموسم على خير ان شاء الله.